try to make certain pause جوات ال جوات الفيديو تما يكون كمان الفيديو كثير طويل عليكم، اوكي؟ بس حنسجلها لايف سيشن مع الاسئله تعيدكم مع كل شيء لتضلها فور جود ان فرونت اوف يو. سو I'm gonna start with my first example. I'm gonna close the current file. راح الاردوينو. It's not a big deal. So I'm gonna show you how to run it from your computer. Usually if you type, if you click on the start menu and you start typing Arduino, automatically Windows will filter the list of applications to show you the Arduino app. And then from file examples, basics, you can get this file, the blink file, okay? هلا اذا حدا منكم معه اردوينو بيقدر يصير يجرب on the spot. بدك بس اليو اس بي كيبل and the Arduino itself, and then this example will make this LED here that exists on the Arduino itself, it will make it blink, okay? بس اللي انا بدي اياكم هلا لنقول خارطه الطريق لليوم شو بدنا نعمل. اليوم حنبلش من هذا الكود نحاول نحن نفهم ونعمل له ران اذا كان معك الاردوينو, اوكي؟ بالقليله لو ما كانت معك تحاول انت تقدر تفهم الكود اللي هو موجود وتعرف كل instruction what is really doing. And then next step حنصير نغير بالكود in two different ways وحتكونوا انتم عم تشتغلوا. You will be in action. انا حصير ابرم لعندكم. So هات لنشوف اول شيء هذا الكود شو بيعمل. So بس الكل حفظ الباث تاعه. يعني هلا if you launch Arduino, يعني مثل ما كنتوا تدوروا الوورد, launch Arduino on your PCs. اليوم انتم حتكونوا in action. دوروا الاردوينو, برموا عليه من الستارت منيو, and you should go to examples basics blink, okay. الاردوينو اي دي مش موجود عندكم. بقلب الليست اوف بروجرامز جايز مفروض يبين. It's among the first ones, يعني بعد رابتر مفروض يبين عندك. all programs, okay. رابع واحد, خامس واحد. Okay. So, عندكم على الماشينز, you have to go to start menu, all programs, and then you will find it as the fifth program. Okay. بنروح على examples basics blink, and then we open it. مفروض يكون عنا مبدئيا نفس هيدا الكود كلياتنا سوا. So, بعالم الاردوينو هيدا الفايل كيف انت الوورد دوكيمنت كانت الفايل بيطلع لنا الصفحه البيضاء. It's called a word document. لو بكره نشتغل مع الاكسل بسموه it's a workbook, بقلبه multiple sheets, excel sheets. So هدول اسماء تقنيه لازم تعرفهم, لانه بالاردوينو a file that you can compile in which you write code, you can compile and you can upload to your Arduino, it's called a sketch. Okay. لاحظوا كيف هيدا الفايل في بقلبه plain English text عم بشرح شو هو هيدا الفايل, حتى في لينك معين موجود بالاخير. If you click on it you will go to the tutorial section of Arduino to learn more about this example. هونيك على فكره اللي انا بدي اشرحهم هلا شفهي مكتوبين بالتفصيل, بيقول لك كل instruction شو بتعمل بالحياه. اوكي. So you can read it later on, لان انا حاشرح لك اياهم هون على رواق. We can use control and the wheel of the mouse to increase the font size just in case شي مرة كان لازم لك تفرجي حدا. أنا هون بحاجة أعمل هيك لتقدروا أنتوا تتابعوا معي ولو كنتوا قاعدين ورا. So تتذكروا كان أول sketch فتحناه it was a blank file, a blank sketch. كان في عندي بس only two methods, وحدة أو functions. لازم أحرص على إذا عم بقول لكم كلمة تقنية لأول مرة إني أشرح لكم إياها كثير منيح. So بعالم البروجرامينج ما بنكتب الكود كله, صح الكود هو بيتنفس sequentially, يعني بتكتب instruction 1, instruction 2, instruction 3 and so on. بس بقلب نفس الفايل ممكن تكون انت عم تعمل multiple functionalities at the same time, okay؟ بدل ما تحطهم كلهم دفعه واحده يمكن ما على بالك كلهم يتنفسوا at the same time. اوقات على بالي if I click on this button يصير هيك, else يصير شيء ثاني. وكل لوجيك ما عبالي انا يكونوا مكتوبين هن ب sequential lines of code, عبالي يكونوا بقلب kind of a compartment. مثل انا لما اجي اقول لك بروح هلا على assistant عندي, بعرف انه عندها set of functionalities بتعرف تعملهم. ممكن اقول لها please can you prepare for me مثلا let's say
the course file. تعرف انه to prepare the course file for a certain course لازم تطبع للكويزز والفاينل والميد تيرم احسن ثلاث علام انه احسن علامه العلامه اللي بالقريبه على الافرج والعلامه الدنيا ويحطوا لنا اياهم يجيبوا الفايلات يعول الاكزامز الاكزام شيتس يعملوا لهم سكان اند سون فانا بعرف انه هي بتعرف هالفانكشناليتي بس بحد ذاتها ليه كيف عندها الجوريثم طويل عريض like to open the exam sheets of the final to look up for the highest grade for the average grade, for the lowest grade, and so on. That تعمل لهم scan, okay? And this should be done for every single exam. بال إذا بيجي لعندها and I ask her or him to do another task, اللي هو let's say, please ask for an appointment with the administration. تعمل غير procedure, okay? If I ask her مثلا reserve a room for me for a makeup. تمشي بغير طريقة بغير procedure, okay? So بالبروغرامينج نفس هيدا الفكره موجوده سو so في عندنا what we call functions دائما بيكون الفانكشنز عندهم name اوكي okay. عندهم parentheses اوقات بيكون هدول مفتوحين ومسكرين ما في بقلبهم شيء اوقات بتمرق هون قصص بقلب البارانثيسز مثل ما exactly بالماثماتكس الفانكشن ممكن تاخذ parameters هيك right? انا في اقول له f of x اوكي okay. وطبق الفانكشن تاعتي على variable x اوكي okay. So هون مسابق انه set up ما بتاخد parameters فمشان هيك بنحط parentheses مفتوحين ومسكرين وفاضيين ما في بقلبهم شيء. كمان ال functions مثل بالماث انت ال function ممكن تاخد x بس تدلك the f of x تدلك قيمة معينة اذا مثلا let's say ال function اللي هي f of x equal to x square شو ما بتعطيها value بتعطيها 2 بتقوم تدلك 4 بتعطيها 5 بتعطيك 25 Okay, so it really applies itself on a certain parameter وبترد لك value. لما يكون أنت ال function اللي عندك إياها هي إجراء، مثلا أوقات شو بقول لها؟ إذا قلت لها لل assistant بدي تحجزي لي غرفة للميك اب، بتقولي لأي كورس وقديش عدد الطلاب؟ هدول الانبوت تاعها مشان تعرف تجيب لي room that fits عدد الطلاب وتكون تناسب وقت الطلاب اللي مسجلين هذا الكورس. اوكي بينما اذا قلت لها بليز لو سمحتي ممكن تسكري الباب اتس ا بروسيجر بس بتسكر ما في داعي اعطيها باراميتر اوقات بتسالني اني واي بتقول لي قديش بدك على الاخير ولا سو عم بلش تشوف قديش الانجل بدها تعملها مشان تسكر الباب اوكي سو حسب ما هي الفانكشن اللي هي افيلبل عندها بتشوفها اوكي بس اذا بالنسبه خلص اتس لايك يوجوال لو سمحتي سكري الباب عندي ميتنج شي داز ذا سيم ثينج فهالميتنج ما في داعي تكون لا بترد لي شيء ولا بتفعل شيء اما كمان الفانكشناليتي تو ريزيرف فور ا ميك اب سيشن فاكشلي كمان هيدي بترد لي باراميتر بتقول لي بالاخير سوري ما قدرت احجز لك ما في ولا قاعه افيلبل سو بترد لي مثلا وات وي كول ا بوليان فاليو يعني لوجيكال فاليو يا ترو يا فولس اوكي او بتقول لي ايه مش الحال اوكي بتعطيني رقم الغرفه اذا مش الحال اوكي سو هاي الفانكشن سيت اب ما بترد لك شيء فمشان هيك عاملينها فويد ما بترد لك شيء بالحياه وعاملينها ما بتاخذ باراميتر جاست عم قلها الاردوينو go set up yourself okay so to set up itself الاردوينو هون usually بتعمل اشياء على هيدا النسق في اجي قل له مثلا اذا عبالي انا احكي معه عن طريق keypad فلازم اعمل I have to prepare the communication between the keypad and the arduino okay ليش لانه تتحكي انت using serial bus في rate with which you send the bits with data to the screen or the LCD or to read from the keyboard. ففي frequency معين لازم تحكي عليها يكون عم يحكي على نفس الموج. Okay? فyou do this configuration at that specific moment. هلا نحن هنستعملها بعد شوي لنجهز what we call the serial port. نقدر نصير نحكي معه نبعث له أرقام للأردوينو بيس على أرقام يضوي ويطفي. Okay? بس currently مش عم نعمل شيء خطير أكثر من إنه عم نقول له please set the mode for the pin number 13 اللي هو عنده predefined name اسمه the LED built-in pin عم نقول له set its mode to output مش مسميين الفانكشن مثل ما انا هلا عم بلفظها literally set mode مسميينها pin mode اوكي كان فيهم اذا يكونوا كثير كاملين بالاسم set pin mode اوكي بتعطي رقم البن وبتقول له اذا هو output ولا input هلا هون honestly بالpredefined sketch اللي نحن عم فتحناه من الاكزامبلز شو عاملين شطار جماعة الاردوينو لقونا على بعض الاردوينو اونو let's say موجود هو البن نمبر 13 هو اللي ضوي لك البلت ان لاد on different models يمكن على الميجا او على الجينوينو او other version يمكن ما يكون نمبر 13 اوكي يمكن يكون نمبر 5 هو البلت ان لاد فشو عملوا اعطوه what we call a variable name اعطوه predefined variable name اوكي وهن internally هذا ال predefined variable اخذ ال value 13 اذا تبرم عليه بتحاول تطبعه على السكرين هلا حيطبع لك 13
اوكي مع الاردوينو اونو. اوكي شو معنى variable name؟ هلا حنستعملهم بعد شوي ال variables. ال variable هو عبارة عن memory cell، cell بال 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 بالmemory بتقدر تحط فيها values اللي بدك اياه هون، اوكي؟ وبتعطيها name مشان بقلب الكود ما تقول له رحلي على الميموري cell رقم 15030 او رقم 3005، اوكي؟ So you give it a name، هو الاردوينو بيتصرف بيحجز لك اياها وبيصير بيعمل mapping، هذا name معناتها هو هذا الادرس بقلب الميموري. ماشي الحال ولا في شيء عندك اسئلة؟ حاسس؟ يس انت او زميلك ماشي الحال. اوكي سو فهون عاملين شيء عاملين حيزين لفاريبل predefined variable. شو يعني predefined؟ يعني الاردوينو هو بيعرف شو بتساوي القيمه تاعيته. انا هون ما عرفت شيء اسمه led built in. باي ذا واي كمان ما عرفت function اسمها pin mode ولا عرفت function اسمها setup. كل هدول هن اشياء predefined من 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 عنده الاردوينو هو بيعرفهم، وهذا جزء بنسميه من الاي بي اي تاعت الاردوينو، يعني من مجموعه الفانكشنز تاعت الاردوينو. اي بي اي اختصار ل application programming interface، عباره عن شو؟ عباره عن مجموعه الفانكشنز اوكي والميثودز اللي بقدر اعيط لهم عند الاردوينو. ثلاثه كيف بدي اعرفهم هدول؟ بقول لك هذا الكورس معمول ليعلمك اكثر الميثودز والاي بي ايز شيوعا بالاردوينو لتقدر تعمل البروجكت اللي حاطينه براسنا هيدي السنه. بس انت يو ار اوتونومس من هيدي اللحظه، يو كان جو اونلاين ات اني مومنت تزور اردوينو دوت سي سي اوكي. وفي عندك هون بقلب الريسورسز في هيدي المنيو اللي اسمها ريفرنس فيك تروح تشوف في عندك يو هاف اول ذيز فانكشنز. بتحب تغير محلك بس مشان ما ضلني ارجع اعطيك، ما بتحب تغير محلك لما تشتغل مع ناس ما بتعرفهم بتصير تشتغل فيري بروفيشنلي سيريسلي. اوكي اوكي سو موجود بالفيديو لكن هيدا اللينك، واكيد انا حاطط لكم اياه كمان. عد هون حدي لو سمحت. اوكي فبتفوت على هيدي البيج يو ويل هاف، ملاحظين كلمه فانكشنز هون؟ اوكي سو مش بس انا اللي كان مسميهم فانكشنز بالبروجرامينج من زمان وجاي. ذيس از كولد، ذيس ار كولد فانكشنز. فلاحظوا مثلا بكره ايفنتشلي يمكن بالكودينج على بالك انت اذا حدا دخل نيجاتيف نمبر او بوزيتيف نمبر تاخذ الابسولوت فاليو تاعيته. فهون يو ويل هاف ذيس فانكشن اسمها ابس اوكي، ات ريتيرنز ذا ابسولوت فاليو اوف ا سيرتن نمبر. اوكي يمكن مش كتير مهم، انت فيك تقول له اذا هذا النمبر بوزيتيف رد لي هو ذاته، اذا كان نيجاتيف رد لي مضروبه ماينس 1. اوكي بس مثلا تو كالكوليت ذا باور اوف ا سيرتن نمبر، تو كالكوليت ذا سكوير روت اوف ا سيرتن نمبر. سو في بري ديفايند فانكشنز مش مضطر انت تقعد تكتب الكود تاعهم فروم سكراتش، هن بيكونوا ريدي تو يوز وفيك اوريدي انت تستعملهم. هلا كيف انا عارفهم انه هدول بيعملوا هيك؟ سو يوجوالي هدول كلهم هن هايبر لينكس، يو كليك اون ذا لينك and you read the documentation. دغري بيقول لك هالفانكشن شو بتعمل. اوكي فور انستنس بين مود اف يو كليك اون ات هتلاقي بيشرح لك بتاخذ تو باراميترز هالفانكشن بين مود، بتاخذ تو باراميترز مثل ما شايفين هون. وان باراميتر هو ذا نمبر اوف ذا بين، لازم يكون valid نمبر. اذا بقول له بين مود 66 بيقول لي حيعطيني ايرور اكيد الكومبايلر، بيقول لي ما في بين رقمه 66. اوكي بس اذا بقول له بين نمبر 13 بيمشي الحال. ذكروا هني كانوا بين 0 وال 13 للديجيتال انبوت، وكان في الانالوج بورتس من 0 لل 5 اوكي او 0 لل 6. And then you can set the mode في two possible values output وفي input. output اذا انت عبالك تكتب على البن فاليو معينه، and input اذا عبالك تقرا منها typically من الانالوج pins تاعولك. So لكن كل شيء عم نعمله بالست اب انه بس عم بطلب منه بليز خلي لي هيدا البن يكون available in output mode and that's it. okay هلا اسوء الاحوال اذا هدول انا هلا عم بحكيهم عم بيكونوا كثير جديد عليك، مش عم تقدر تتخيل انه what does it really mean a function and so on and so forth. so في اسوء الاحوال وانا ما بتمنى انه يصير انك تحاول تحفظهم لهدول الفانكشنز حاليا اوكي وتستعملهم مع الوقت. honestly during this semester اكيد حتصير تفهم اغلبيه هودي الكونسبتس، ولو انه بيجي كورس البروجرامينج 1 ومن بعده بروجرامينج 2 من بعده data structures and so on and so forth و advanced programming using java. كل هودي الكورسز حييجوا ليكفوا هودي الكونسبتس براسكم مزبوط ويصيروا يساعدوكم تكتبوا كود very complex code very advanced code. for the moment being it's sufficient انه نحن نفهم هودي الفانكشنز شو بيعملوا بالقليله ونعرف نستعملهم كانهم ingredients. كل سطر بينتهى بنقطه فاصله it's one instruction and it's good to know exactly what does it do so that you can use it at the right moment in another program ولو هدفك تعمل بالبروجرام a different thing. okay
بس انه هالستيب بتكون مشتركه. لاحظوا كمان اخر كومنت على الفانكشنز، كل الفانكشنز ببلشوا ببريسز بيخلصوا ببريسز. وانس اجين ليش؟ لانه ليك بنفس الفايل في عندي تو ديفرنت فانكشنز سيت اب، وين بتبلش من هون تخلص هون. Nothing else will be executed at the setup time. وما تنسى setup شو هي؟ It runs only once when you press reset or when you power your board. يعني لما تشكلها أو لما تعمل upload عليها. ف you will be sure إنه everything you write here قبل the braces قبل ما تسكرون it will be executed only once. Okay? Everything else will be run indefinitely in the loop function. Okay? ف بالloop function شو عم نكتب؟ في عندي هون two different functions عم بستعملهم أكثر مرة. وهيدا already an example. Okay, this is already an example of how you can use the same function multiple times or the same instruction multiple times according to the business logic اللي انت عندك هي أو logic of your application. So في عندي two instructions، واحدة اسمها digital write محمود، واحدة اسمها delay. Okay, digital write شو بتاخد؟ بتاخد كمان two parameters. واحد هو the pin that you want to write on it, okay, that you want to write on it. والثاني parameter هو it can be either high or low, هي the value that you want to write on that pin. High, it will make the lead on, كأنك عم تبعت له واحد, ولو, it will make the lead off, كأنك عم تكتب عليه zero. ليش بيستعملوا كلمة high ولو؟ حد عنده فكرة؟ اختصار لشو؟ ليش ما حطوا one and zero؟ هني zero one, بس ليش بيكتبون high؟ ليش؟ في ميديوم يعني برايك ما في ميديوم اكشلي في يا هاي يا لو من وين جايين هودي التسميات مين صح هاي فولتج اند لو فولتج لانه بالسيركت اوكي ذي كانوت جارانتي انه زيرو يعني زيرو فولت وهاي يعني 5 فولت اكزاكتلي ما حدا بيقدر بالترانزستورز وهالسيركتس معقدين يضمن الكهرباء قديش عندهم ثريش هولد معين لما الكهرباء بتعلى فوق ليتس سي 3 فولت فولتس بيعتبروها اتس هاي فولتج ومن وقتها برايح بصير بيضوي اللاد بياخذ كهربته من برا بياخذها من الـ من الـ من الكهرباء الثابته اذا حاطط بطاريه او اذا عطيت شارجر بياخذها من هنيك انت هون بس الديجيتال بن از يوز تو جيف ات ان اوردر اوكي واللو فولتج كل شيء بلو سيرتن ثريشولد ثاني ليتس سي 2 فولتس بصير يعتبر اتس لو فولتج ما بيقدروا يسافروا على الاخير ما بيقدروا اوكي سو ما بيقدروا يتحكموا فيه وانا فبيكون هيدا الرينج اللي بالنص الجراي زون ما بيصير شيء فيها اوكي So, إذا لو ما كتبنا لو كتبنا بس هيدول يا جماعة لو كتبنا بس هيدول هيدا الانستركشن حتتنفذ البروسيسور تاعكم السرعة تاعيته 16 ميجا هرتز أوكي ففعليا 16 مليون انستركشن بينفذ بالثانية فهيدول كان حينفذهم بالثانية الوحدة 16 مليون مرة فأنا سي ما بعرف شو حيكون الأوتبوت موست بروبلي مش حتشوف شيء اوكي لانه عم يضوي ل 1 over 16 مليون سكندز عم بيرجع يطفيه سو مش حتحس انه في شيء صار to really notice what's happening okay to really see some output you have to make a certain delay هون عم تقول له please after turning on this LED wait for 1 second okay and then after turning off this LED عم تقول له please wait for another 1 second وما بتنتهى هون والا شفت لو هذا اللوب كان اسمه execute مثلا يعني كان شيء على نفسه انه مثل السيت اب اذا بتعمله بالسيت اب بيضوي مره وبيطفي وخلصت فبتشوف الريزلت اكيد بصير اسرع بس هون الفكره انه the program is blinking لانه هذا الكود مش محطوط بالسيت اب وبيتنفذ لمره واحده فقط لو كنا حاطينه بالسيت اب كنت حتشوف انه بيضوي بيطفي وخلص ضله طافي للابد اوكي بس لانه حاطينه باللوب فانكشن سو از غانا be turned on is gonna be then turned off okay and then repeatedly حيرجع يعمل on and then one second and off and one second and so on مشان هيك it's gonna blink اجباري نستعملها بس مشان هدول ال 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 settings اللي بدك تعملون اي pin هو output اي pin هو input بدك تدور serial ports بدك تحكي مع keyboard بدك تعمل connection على الاثرنت بدك تدور البلوتوث module كل هدول السيت اب بتعمله بقلب هيدي الفانكشن اوكي and it's executed only once بينما صح والبزنس لوجيك الاساسي يوجولي يعني وات اي مين باي بزنس لوجيك يعني الشيء اللي المفروض تعمله الابلكيشن تاعيتك اوكي بيكون تيبيكلي الالجوريثم الاساسي بيكون مكتوب بقلب اللوب اوكي Good. السؤال بعد اسئله اكثر من هيك بركي انت عبالك شيء يصير بركي انت عبالك شيء يصير اللي بدك تكتبه باللوب بس مثلا يصير a certain number of times وبعدين خلص ما بقى يصير بالحياه ابدا يعني مثلا عبالك يمكن 3 times you want to blink and then you do nothing شو فيك تعمل
اذا عبالي بدي اكتب اللوجيك تاعيتي بدي اكتبها باللوب اوكي بس anyway يعني ما لنا شيء بينعمل مره واحده مثل السيت اب بس بينعمل let's say 5 times يعني بدي I want to let my board blink for only 5 times بعدين تعمل turn off خلص ما بدي بدنا نحط condition absolutely صح بيخطر على بالنا انه كمان we need a loop بس honestly اذا بتفكر فيها مزبوط ما اللوب already موجوده you don't need it هيدي اللوب كانها هي while true indefinite مش هيك فبيكفي بس شو حط counter صغير اوكي فانا بدي اطلبه منكم بعد ما تعملوا loading لهذا السكتش تجربوا الكود التالي خاصه اذا معكم اردوينو فيكم تشوفوا الايفكت سو اول شغله فينا نعملها انه نعرف variable معين نسميه counter اوكي كل ما فتنا باللوب نعمل رايت بنعمل ديلي بنعمل رايت نعمل ديلي ومن بعدها بنقول له ايها الكاونتر خليك تكون ايكوال ليور سيلف بس بلس 1 اوكي بنكون نحن مبلشين ب 0 سو وي انيشلايز ات تو 0 ايتش تايم وي انتر ذس لوب وي ار غانا انكريس ات باي 1 اوكي لانه الكود اللي هون هو سي لايك كود فانت فيك تكتبها بطريقتين فيك تقول له كاونتر ايكوال تو كاونتر القديم بلس 1 اوكي فينا نكتبها سوري بتطرق سو كاونتر ايكوال تو كاونتر القديم بلس 1 فينا نكتبها as كاونتر بلس ايكوال 1 كشورت هاند او فينا نقول له كاونتر بلس بلس حتى بلس بلس كاونتر كمان بتزبط هي طريقه رابعه ثلاثه تون مش حيفرقوا معنا هون اوكي هلا كيف بنفهمهم هدول مع الوقت نرجع بنشرحهم لاحقا اوكي بس نحن ابسط طريقه اللي هي كاونتر ايكوال تو كاونتر بلس 1 هيدي بتمشي للحال وهي الاساسيه سو بس كل اللي هلا اول مره عم يشوفوا هذا السطر الكود بالحياه حيستغربوا يقولوا لي what like what the heck انه mathematically talking اذا تقول لي counter equal to counter plus 1 اوكي كان mathematically talking فيك تقول له counter لكن minus counter is equal to 1 لكن 0 is equal to 1 اوكي جايز نحن هون مش عم نكتب هال equal sign هي منا الايكواليتي الماثيماتيكال ايكواليتي هذا الايكوال sign it's an assignment operator الايكوال ايكوال هو تشيك للايكواليتي ابسولوتلي اما الايكوال الوحده فهي عباره عن اساينمنت كان عم بقول له بليز حط لي بالميموري سيل اللي اسمها كاونتر حط لي بقلبها ذا بريفيوس فاليو اوف كاونتر بلس 1 اوكي ولانه بيعمل ايفالويشن فروم ذا رايت تو ذا ليفت اوكي يعني بيقول عندي كاونتر بدي احط فيه شيء شو هذا الشيء اللي بدي احطه بدي اعمل ايفالويشن لهيدي الاكسبرشن فبيعملها ايفالويشن بيقول كاونتر شو بتساوي ليتس سي كان صارت سو فار 3 بزيد عليها 1 صارت 4 حيحط هال 4 بقلب الفاريبل اللي اسمه كاونتر اوكي اللي 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 هيدي كمان بتهيك بتخليه يحس انه مش مطمئن للموضوع في عارف another variable يسميه temporary variable او whatever يقول حط اللي بهذا temporary حط اللي فيه 1 اوكي plus counter ويرجع الكاونتر يحط بقلبه temporary variable فبيكون عمل overriding للvalue of the counter اوكي فبدل ما تكتبهم على سطرين فيك تكتبهم سطر واحد counter equal للكاونتر القديم plus 1 بس الفكرة هذا الكاونتر وين لازم اعرفه شو لازم يكون what we call الطايب تاعه لهذا الفاريبل بالسي السي كبروغرامينج لانجويج بخلاف البايثون وغيرهم it's a strictly typed language شو يعني؟ يعني كل variable بالميموري كل variable بالميموري لازم تحدد شو الطايب تاعه لازم تقول له اذا هو انتجر يعني عدد صحيح اوكي مشان لما تعمل له بلس او ملتيبلاي او ديفايد يعرف كيف بده ينفذ الاوبريشن عليه اذا كان مثلا ليتس سي اذا كان معك كاركتر انت بالميموري كاركتر يعني حرف واحد ما فيك تقول له ديفايد انذر كاركتر دازنت ميك سنس اوكي تيصير هو يساعدك الكومبايلر يعطيك ايرورز لما انت تكون عم تكتب لوجيك خاطئ اوكي اذا عم تقسم وبهمك تحصل بس على الانتجرال بارت قبل الدسيملز اوكي فانت فيك تستعمل انتجر بس اذا عبالك يطلع معك القسمه كامله then you have to use a decimal type decimal type بسموه float او double هلا اذا عبالك تعرف let's say variable حيقعد بقلبه يا ماشي الحال يا مش ماشي الحال يا on يا off you can use a type called bool اوكي نسبه لجورج بول اللي هو طلع عمل كثير دراسه طويله عريضه على البوليان لوجيك على الكلاسيكال لوجيك انه ترو فولس فهذا الفاريبل مثلا ما بيقدر يقعد بقلبه الا ترو اور فولس وما فيك تعمل عليه مثلا ديفايد باي 5 doesn't make sense بس فيك تحط له حط لي بقلب هذا البوليان فاريبل حط لي بقلبه انه x is greater than 5 you can assign such a value to it اوكي كل هدول حيمرقوا معنا اكيد خلال السمستر تتمكنوا منهم سو وي هاف تو ديكلير ا فاريبل تعطيه تايب تعطيه نيم وتعطيه value declaration هي بس تعطيه type and name ال initialization هي انك تعطيه initial value and then what you can do with the variable you can apply whatever operation legal operation عليه typically plus divide multiply and so on and so forth so حروح عرف هون very naively هلا تعرفوا ليش حعرف انا integer
اختصار لكلمة integer هي int int حسمي counter اوكي دائما حتلاقوني بفضل الاسم اللي هو واضح بدل ما تحطوا x y z yes على هيدا السطر حاستعمل الكومنت مثلي مثله مشان اشرح شو عم بيصير هون اوكي I'm gonna call it I'm gonna say انه هون I'm declaration of sorry declaration of a counter or simply counter declaration yes اما على السطر الثاني فانا حاكتب counter equal to zero مشان بلش فيه انه ولا مره انا بعد عامل بلينك اوكي حسميها counter initialization initialization yes yes بس اكيد انا هلا هون عامل error فاضحه حتبين معكم بعد شوي اوكي so counter declaration طبعا as an integer يعني عدد صحيح بيقدر يقعد بقلبه discrete set of values 0 1 2 3 وحتى في حط بقلبه minus 1 minus 2 minus 3 and then I initialize this counter to 0 اوكي هلا مفروض شو اعمل انا كل ما نفوت باللوب مره مفروض اقول يعني كل ما يخلص هيدا الكود هون بالاخير اوكي حقول له counter equal to counter plus 1 او counter plus plus كمان كان مش الحال so حتى اللي بالكاونتر الفاليو للكاونتر القديمه زائد 1 بس لازم خبره انه اي متى يبطل يعمل هيدا الكود اللي هون اوكي ففعليا في يقول اي متى في ينفذه يعني I can put this whole piece of logic اوكي محمود صار في حط كل هدول الاربع سطور في يحطهم بس جوات what we call an if condition اوكي وقول له if counter is less than 5 or whatever number of steps انا بدي اعمله then do this اوكي ساعتها بصير else مش حيعمل شيء حيطلع لبرا بس مين بيقول لي شو الايرور اللي انا بكون هون عاملها سو فار absolutely okay قبل ما اكفي حتى اكتب الاف مش حيمشي الحال سامر دغري اوريدي لقطنا عرف انه طالما اللوب كل مره حيرجع يعيط له من برا هو at every single iteration فحيرجع يعرف الكاونتر من ثاني وجديد يرجع يعطيه زيرو وينفذ هذا الكود اللي هون حيلاقي انه الوان اتس less than 5 بينفذ هدول صح بيزيد الكاونتر 1 بس شو بيرجع بيعمل بيطلع لفوق بيرجع بيعرفه من ثاني وجديد بيصفروا and so on and so forth so فلكن دائما حتكون الكاونتر دائما equal to zero اول ما فوت باللوب حتكون less than 5 فكانه رجعنا على indefinite loop so شو لازم اعمل لحتى لما يصير هذا الكاونتر بطل يتصفر كل مره absolutely okay so الكاونتر هي جوا كانه هي عم بعرف انا what we call a local variable okay هذا local variable على فكرة إذا بتحاول تعمل عليه access من قلب السيت اب من هون تكتب x equal to 3 بيقول لك error الكومبايل بيقول لك x ما بعرف مين هيدي x لأنه اللوب بعد ما تنفذت اوكي سو variable عرفته أنت جوات اللوب it's usually considered a local variable ما بيبين ما أنه موجود بالميموري إلا جوات ال context of the function الحل الوحيد إن أنا حوله لهيدا الفاريبل لجلوبال فاريبل اوكي حطوا برات كل الفانكشنز هيك بيصير من ميله بيقشعوا كل الفانكشنز اذا كان اللهم لازم اوكي فور انسس مثلا في خلي يكون الانيشاليزيشن يصير بالست اب حطوا ايكوال تو زيرو وتحت بقلب الفانكشن تاعيتي اللي اسمها لوب اي كان اكزكيوت ذس كود اند انكريز ذا كاونتر وهذا الشيء بعمله as long as the counter is still less than 5 اوكي سو يا شو بدك اياه يعني يعمل يطول هو عم يضوي ويطول هو عم يطفي خمس ثواني ايه ساعتها حيصير يضوي لمدة خمس ثواني يرجع يطفي لمدة خمس ثواني بصير 5000 يس اوكي سو لكن I'm gonna get the declaration to the outside بس to the outside of all the functions اوكي لانه اذا شيء ليك خليني اشتغلها معكم بشويش حدا ممكن يخطر على باله انه سير ليك عرفها هون بقلب السيت اب بيمشي الحال لانه السيت اب اتس اونلي اكزكيوتد وانس ما هيك سو صح حيتنفذ هذا الكود لمره واحده بس مشكلتي هون اذا هلا بعمل كومبايل الكومبايلر حيقول لي كاونتر از انديفايند اوكي ليه لانه للاسف بقلب السيت اب بيخلق فاريبل اسمه اكس
بيحط والبو زيرو وخلصت السيت اب فبيمحي من الميموري وبيكمل حياته. So everything that you declare within a function, it belongs to that function, it's a local variable, ما بيكون مبين outside that function. فهلا اذا بالقليلي انا الديكلاريشن بحطها برات السيت اب بصير هذا الفاريبل از allocated in the memory for good. كل الفانكشنز بيقدروا يستعملوا السيت اب حتستعمله لمره واحده فقط لتحط فيه زيرو واللوب صار فيه تعمل عليه تشيك اب قد ما بدي. لا شك انا كان في اعمله ديكلاريشن اند انيشاليزيشن ات ذا سيم تايم، كان في حطه دغري من برا انت كاونتر ايكوال تو زيرو دفعه واحده وحط نقطه فاصله كمان كان بيمشي الحال. اوكي هودي هن بس سمبلي ديفرنت فليفرز لنفس الكود. سو لكن مضطر اني اعمل ديكلاريشن اوتسايد. الطلاب الشاطرين اكشلي هن اللي لما بيسمعوا مني هيك كلمه بيقولوا اه طب بركي عن جد ما معه حق. And then they will try this code at home. هيقولوا خلينا نحط encounter جوا نخليها جوا. عن جد بيقول الكومبايلر اوكي. انا for time restraints reasons ما بقدر امرق على كل دول cases والعب مع الكومبايلر وفرجيكم results. انتوا وقعوا حالكم بهدول errors لتصير تبلشوا تتعود على المسجز اللي بيعطيك اياهم الكومبايلر اوكي. لانه احلى يعطيك اياهم بالبيت وترجع تصلح الايرور ما يعطيك اياها نهار الامتحان وتحس انه مش عم تفهم هذه الايرور شو هي. اوكي سو انت كاونتر اند ذن وي ار غانا انيشاليز ات تو زيرو انسايد ذا سيت اب. ومن برا هون صار فينا نكتب الاف تاعتنا. سو ام غانا سي اف ذا كاونتر از ستريكتلي لاس ذان 5 يس. السؤال هون انه بدي انا نفس هذا البلينك بروجرام يضلوا عم يشتغل بنفس الطريقه اعمل بلينك فور 1 سكند ويطفي بس نوت انديفينيتلي اونلي فور 5 تايمز او وات ايفر تايم انت بدك اياه. يعني هلا اذا بشيل هي بدل 5 بحط 8 او 10 او whatever حيصير يشتغل بس بهالطريقه. اوكي بس ليش عم بيشتغلوا انا وياكم هذا الاكسرسايز؟ انا هدفي من وراء الادكيشنال اوتكم من وراء انه انا صير مرقت لك فكره الفاريبل فاريبل تايب فاريبل ديكلاريشن فاريبل نيم variable initialization الglobal variable واللocal variable. سو تعلمنا كثير قصص مفروض من وراها وكمان انه اللوب اكشلي كيف اذا عندي لوجيك بيقول لي اللوب انا خيي بدي اعمل شغله اكثر من مره بس مش indefinitely for just a certain number of times so I need to go through this trick على في global variable as a counter I change it inside the loop and then once it reaches a certain limit بصير بوقف اعمل هيدا الاكزكيوشن. سو باي ذا واي حتى تو انكريس ذا كاونتر مش حاعملها هذا الشيء indefinitely I'm gonna just make it for 5 times okay inside the loop okay I'm gonna save that this as blink for 5 times I'm gonna save it وحنروح انا وياكم هلا نعمل كومبايل ونعمل ران للكود. إذنك معك. كومبايل مفروض يقدر يعمل كومبايل على الاي دي اي من دون الاردوينو. سو مفروض شو قصدك عن الانستراكشنز؟ شو هن الانستراكشنز اللي انا هلا كتبتهم؟ عم تحكي بالماشين اركتكشن عم تكتبهم اسمبلي اكشلي انت مش هيك؟ ايه اتس ا ديفرنت ستوري اوكي؟ سو هلا مفروض عمل دون ابلودينج فمفروض يعمل بلينك اونلي فور 5 تايمز وهلا خلص راح فيها اوكي؟ سو لاحظتوا الفرق من شوي كان بلينكينج كل الوقت لانه كان بعد ما كان خالص دان ابلودينج اوكي سو هلا اف اي حتى كمان فينا نجرب وي كان التر بتوين ذيز تو اكزامبلز يعني حروح هون على البيسك بلينك ونعمل له ابلود هو هيعملها اربع مرات صح هيعملها اكشلي فور كاونتر ايكوال تو 0 ويزيدها فور كاونتر ايكوال تو 1 ويزيدها فور كاونتر ايكوال تو 3 to 2 to 3 and to 4 فبيطلعوا 5 times okay اذا ما هيك كان في حد بالكاونتر equal to 1 وقول له بالكونديشن if counter is less than or equal to 5 ضلك عم تعمل هيدا الشيء. سو هلا المفروض عم بيعمل ابلودينج اذا بتشوفوا بس يعمل ابلود led it blinks several times وبعدين معناتها خلص الابلود هلا حتلاقوا يعني هي صاروا ثلاث مرات اربع مرات قد ما بدكم حيضلوا عم يعمل run okay okay then if I re-upload
that sketch اللي نحن برمجناه سوا مفروض يرجع يشتغل only for 5 times. Okay. Uploading, done uploading. هلا اعمل مرة 2 3 4 5 and that's it. Okay. So اللي بدي اياه منكم اكشلي انا حوقف هون الريكوردينغ كثير انا ابرم لعندكم بدي اياكم انتم تشتغلوا هذا الكود بايدكم بدي اياكم انتم تنسوا نقطة فاصلة من هون انتم تغلطوا بالاكس انتم تغلطوا بالكود so once this is done actually هو البروجيكتور اللي راح هلا so عم يرجع يدور المفروض Okay, good. So لنقدر نكون جاهزين للميدترم, okay? We are gonna combine this with the use of the serial monitor of your Arduino. شو هو السيريال مونيتور؟ هو لما انت على الاردوينو ما عندك سكرين, ما عندنا LCD screen, okay? ما فيك توصل على السكرين تعيد دغري Okay, you cannot shortcut the operating system لسي تعرض عندك على السكرين. ما في HDMI port actually. ف you can use a simulation للسكرين تعيده. Okay, so هيدي simulation فعليا هي it's من التولز فيك تطلع في بالتولز في عندك هون using control shift M كمان فيك تطلعها. You have the serial monitor. Okay, هيت لنشوف كيف شكلها بداية قبل ما بلش استعملها بالكود. If I click on it, مفروض تصير تعرض لي هيدي السكرين. ومفروض تكون عم بتقول لك انا كسيريال مونيتور انا هلا حاليا مؤشره على هيدا الكوميونيكيشن بورت مفروض يكون نفس الكوميونيكيشن بورت اللي انت عملت عليه ابلود للسكتش تاعك ريسنتلي واللي هو يكون عن جد موصول على الاردوينو لاحظوا بليز معي بالسيريال مونيتور شو في عندكم اول شيء السيريال كوميونيكيشن اتفقنا هي عباره عن بس a way of sending sequences of bits بس شو sequentially serially وإذا بتتذكروا كان في الـ first two ports هن RX و TX قلت لكم واحد هو to receive bits واحد هو to transfer bits طبعاً regardless شو signal أنت هو it's a digital signal usually serial communication عم تبعت bits بس شو in a serial way okay مفروض لا مفروض يكون zeros and ones okay هلا هو أكيد شرطان كهرباء هو عم بيعملون demodulation وmodulation ليش يعرفون إذا zeros ولا ones okay حسب the threshold اللي عندك على البورد وعم بيحتفظ فيهم ليقول لك أنا هلا قدرت أقرأ مثلا let's say 8 bits ورا بعضهم وهدول 8 bits هن عبارة عن الconfiguration تاع number 1 أو أنت هلا فأس على الكيبورد number 2 أو أنا هلا بدي أعرض على السكرين the number 1 أو the number 2 so فلاحظوا كيف معي serial port في عنده محل هون text field فيك تكتب فيه ما تشاء وتفقس على سنت فيكون جملة طويلة عريضة فيكون حرف واحد فيكون رقم نحن عم نستعملها eventually لنقرأ بس one single number أو one character okay والserial monitor itself like عندك كل هيدا التكست اريا available لتصير انت من قلب الكود تاعك تعرض فيها sentences جمل الهدف الرئيسي تاعهم ان يكون عم تقدر تعمل debugging للكود تاعك اوكي يعني مثلا هلا عند زميلكم كانت عم تفوت بانفينيت لوب رغم الاف الس اللي احنا حاطينه اوكي سو فرحنا واستعملنا سيريال بورت لنكتب تو رايت ا سيرتن فاليو على السكرين هي ذا فاليو اوف ذا كاونتر اوكي فيك انت تصير جوات اللوب تقول له كل مره قبل ما تعمل لي بلس بلس الكاونتر عرض لي على السيريال مونيتور اوكي وصار فيك تشوف عن جد الكاونتر شو الفاليو اللي عم ياخذها ليطمئن قلبك اوكي جرب قبل ما تعمل ديكلاريشن فاريبل حيصير الكومبايلر يعطيك ايرور بيقول لك من اين لك كاونتر مش معرف عرفه بس ما تحط فيه بقلبه فاليو اعمل له رايت حتلاقي بقلبه جاربج شرطان الكهرباء انيشلايزد راندملي على اي كلام حتى بقلبه زيرو ها صار مقنن صارت الفاليو تاعته زيرو استعمله بقلب اللوب حتلاقيه صار 1 2 3 عم يعرض لك على السكرين كل ما ضوى على اوكي فلذيذ كثير السيريال بورت لما بدك تستعمله لتعرض ريزلتس بيكون كثير بيرفكت مشان يتطابقوا معك الفاليوز للفاريبلز مع الاوتبوت اللي عم يطلع عندك على السكرين وي ار جونا دو ذس somehow quickly من دون ما اسهلكم مجال انتم تطبقوا and then I'm gonna jump to the other part اللي هي حاول اقرا من السيريال بورت وصير انا مثلا let's say اتحكم بالبليدنج اتحكم فيه كما يلي حصير لما ادخل 1 يضوي ويضلوا ضوي مدى الحياه بس ادخل 2 رح طفي بصير طافي مدى الحياه the next step بصير بعد ما نرجع من الميد تيرم فينا نصير نثبت نفس الكونسبت بدل ما احرك لا بدل ما طفي ضوي لا في احرك موتر فيه اوكي والثاني باث ثاني خالص هو نصير من موبايل ابلكيشن بدل ما ابعتها من السيريال بورت
هي حول أن الموبايل أبليكيشن تاعتي فيها بلوتوث أبعت معلومة للأردوينو تكون هي تلعب دور هذا السيريال بورت، أفقس على بطن معينة تبعت لها 1 أو 2 فتصير تضوي، وتبعت لها 2 let's say يصير تطفي. أوكي، فهدول التو باثز اللي حنرجع نشوفهم بس إن شاء الله بعد المتر. For the moment being نحن بس علينا نعرف كيف نشتغل مع السيريال بورت. So to do it بالinitialization بالست أب عندك لازم تزيد instruction اسمها serial.begin. البيجن تنكتب كلها small letters، اما السيريال فهو عباره عن predefined object بقلب الاردوينو، الاسم تاعه حرفيا اس كابيتال لتر وكل شيء ثاني سمول لترز. اوكي، ف هذا هو السيريال بورت predefined، فيك تستعمله بهالطريقه. بالست اب لازم تقول له دوت بيجن وتمرق له رقم معين، الرقم معين هيدا هو configuration لقاله لتقول له بأي bit rate بدك تبعت له البيتس، مش هو serial port، فبدك تقول له بأي bit rate بدك يشتغل. بيشتغل بأكثر من طريقة مثل ما بدك، بس على شرط تصير أنت هون بالcom port تاعيتك، بالserial monitor عندك، تصير كمان تعمل لها configuration، تقول لها please اشتغلي لي، حاولي تقري أنت الداتا اللي عم تنبعته لعندك، تقريهم بنفس هيدي السرعة، أوكي؟ So the unit of measure للصنعة تتبعت معلومات سيريالي هي البود. اوكي، البود ريت هي بس اختصار جاست تكنيكال وورد لتعني كم اكشلي انت شو البيت ريت تاعك، يعني هاو ماني بيتس يو كان سند اند ريسيف بير يونت اوف تايم بير سكند تيبيكلي. اوكي، فهون هذا بيقدر يبعت اب تو 9600. ما كثير تكترث لها انت، بس الطريقه هون بتنقي البود اللي بدك اياه، اوكي، لتكون على نفس الموجه، وصير ساعتها لما تقول له بيجن لازم تمرق له نفس هذا الرقم بين parentheses، لازم تقول له serial.begin وتمرق له نفس النمبر اللي انت عندك اياه. اوكي، ان ذيس كيس بيصير المفروض هذا الكومبورت تاعك يشتغل بهالطريقه. بتقول لي ايه بس انه طب ليش في غير احتمالات؟ بقول لك يمكن اوقات البلوتوث موديول تاعك بيشتغل بغير بود ريت. اوكي، فيو هاف تو ديفاين ات اكوردنج تو ذات ديفايس، هو مصنع بيشتغل بطريقه مختلفه. هون نحن عندنا الخيار فينا نزيبهم مع بعضهم، فبس منا هيك انه تفنجي او شطاره او شيء ما له، لا نحن لانه اوقات بننجبر اذا عم نستعمل نحن another tool to serially talk to it او communicate with it بننجبر بالبود ريت تاعه هو. اوكي، 9600 من وين بدك تجيبها؟ بس تروح على tools serial monitor بتشوف بقلب هيدي الويندو البود ريت اللي عندك اياه وبتصير تستعمل نفس النمبر اللي انت بدك اياه. طيب حنستعمله بهذا الاكسرسايز اتسلف من دون ما انتقل على الاكسرسايز الجديد، حاستعمله هون قبل ما اعمل كاونتر بلس بلس. I'm gonna say serial dot، كيف الاستاذ عم بيعرفون؟ تعال نروح هون على ريفرنس نشوف انه actually في عندنا هون بقلب الكوميونيكيشن بارت في عندي كلاس اسمها serial. اوكي، واذا بفوت هون على الهلب تاعها لما بفقس عليها الكلاس serial هون بيعطيك ديسكريبشن كامله عنها، بيحكيك هون عن البود ريت تاعها، بيقول لك على كل اردوينو كيف تشتغل باي طريقه عن سوون، وبالاخير بيعطيك هون الليست الفانكشنز اللي انت عندك هون، فبيشرح لك البيجن، بيشرح لك وحده اسمها برنت لتطبع عليها او كمان رايت تو رايت سمثينج اون ات. اوكي، ان سوون اند سو فورث. اوكي، كمان فيك تقرا منها باي ذا واي، في عندك فانكشن اسمها ريد، في عندك فانكشن اسمها بارس انتجر. اوكي، بارس انت او بارس فلوت مشان تقدر انت تقرا رقم. اوكي، بس ما يبقى باينري، يتحول دغري لانتجر عندك انت بقلب الميموري. So currently I'm gonna use it simply for to write something on the screen or actually to print something on the screen. I'm gonna print and ask the serial port to go to the next line. في عمل print عادية بيصير بيطبع كل الفاليوز ورا بعضهم، فسمثي حيصير إذا بعمل بس print على الحل شو بيصير بيعملكم؟ بيكتب لكم 0, 1, 2, 3, 5، ببين كأنه 1200 و... أوكي؟ فلأطبع كل value at each iteration تطلع على سطر value of the counter I can ask the serial monitor to print and to go to the next line. print الآن هي print and go to the next line. okay، فبقول له print الآن. طبعا كمان once again كيف عرفت من هون من الهلب؟ في عندك two functions، واحدة اسمها print واحدة اسمها print الآن. out of curiosity كان فيك تفوت تقرأ عنهم بتشوف كل واحدة شو بتعمل. okay، ولو عملت print ما كنت بتعرف غيرها وما إلك جلد فوت لهون، كان فيك تكتب online Arduino serial monitor print on several lines. okay، أو okay، and you will find plenty of posts على Stack Overflow على غيره وغيراته وعلى الفورومز هيقولوا لك كيف تحل هيدي المشكلة. okay، so print الآن and then هحط لها semicolon، وهيدي من نوع الفانكشنز اللي شو مفروض ياخدوا parameter. okay، print الآن شو
ايه عاوز تعمل برنت ايه سو فلازم مرر له غير برنت اكس برنت واي برنت ذا كاونتر برنت الفاليو اوف ذا ديلي اوكي سو حسب انا شو بدي اعمل سو وي كان برنت الان ذا فاليو اوف ذا كاونتر اوكي كنترول اس ام غانا ري ابلود ماي موديول ماي سكتش سوري يس اتس ذا سي لانجويجز سو we're gonna see once again the effect of this. So المفروض يضلوا عم بيعمل output بخمس مرات بس الفرق هون على serial monitor guys at each iteration كان عم بيعرض لي شو عم بيصير. So ليك شو في عمل بدل ما ارجع اعمل upload لسكتش من قلب الاردوينو خليني فرجيكم اياها من هون. So I can click on this button هون على الفيرجن الصينية هي اسمها reset جاي على هذا الطرف. So I can click on it فلاحظوا كيف It blinked for several times. وهلا هون على serial monitor عن تاني وجديد عم يرجع يعرض لي الفاليو للكاونتر once again. Okay. هلا بس يخلص actually حلاقي هون بطل عم يعمل blinking خلص البروجرام. What I can do, I can clear the output وبلش من تاني وجديد. I can hit reset. Okay. Once again. حتشوف هلا كيف حيرجع كمان once again يبلش ويصير يعمل لي 0, 1, 2. بس يصير البروجرام تاعك complex. وموتور عم بيتحرك وعم بيشفط وعم بيروح ومش عم يوصل على البوينت اللي انت بدك اياها لانه في كثير سايد افكت لكل الفاريبلز تاعولك يو ويل نيد ذيز ديبوجينج كابابيلتيز اوكي تستعملهم للاخير لانه ما فيك تيجي تقول استاذ ما زبط معي البروجكت اوكي وين بعدك بعدني بالموف فورورد مش عم تزبط مش معقول خلصت السمستر اوكي يو هاف ذا ديبوجر اوكي يو هاف يو كان الوكيت تايم فور ذيس كورس اوكي بتتكل على حالك وهي الماشين لحالك عم بتخبرك شو اللي عم بيصير ذير از نو ريزن اوكي طبعا وي ار ذير تو هيلب يو ان ذا فيرست ستابس واي خطا ميجر بروبلم عم تتعرض له نحن فينا نساعدك فيه اوكي سو ذيس از ذا فيرست فيرجن اوكي اذا شيء هلا حاستعمل انا السيريال بورت تو ريد سمثينج فروم ات اوكي سو ام غانا كوبي ذيس كود and I'm gonna create a new sketch, okay? هحط هون Control A. I'm gonna paste the code من عدا الأول part في يون. I'm gonna save it as حسمي blink on key press, okay? حصير قلو أنا بس لما بفقص فقسة معينة من السيريال بورت وببعث لك إياها بتدور. إذا ما هيك ما بتدور, okay? So, اللي فينا نعمله actually, I'm gonna define another type of variables. I'm gonna define a character. حسميه on off, okay? Something like that. حتى كمان في يعمله initialization لهيدا الكاركتر, okay? في يعمله initialization by default على yes, okay? تيكون أول ما تدور الماشين عندي, أول ما يدور الأردوينو, يكون عم ضاوي اللاد باي ديفولت اوكي سو السيريال بورت حاملها انيشاليزيشن ان ذا سيم واي حقلها بيجن وذ ذس بود ريت اند ذن انسايد ذا لوب حقول له اذا الان از ايكوال تو يس والايكواليتي بقلب السي مثل ما قال لكم زميلكم من شوي لانه الايكوال الوحده محجوزه للاساينمنت بتعني اساين ذس فاليو تو ذات فاريبل فتو تشيك فور ذا ايكواليتي اوف ا سيرتن فاريبل with another variable أو value لازم نستعمل two different equals ورا بعضهم okay if كتير geek مش عم بقدر اتخيلها so بكرة كمان لما عبالك تشيك إذا كان value منا equal لشي معين بيستعملوا هيدا symbol exclamation mark equal بيقروها not equal okay هيك بصير تتعود إنه equal equal يعني equal and not equal يعني ما بتساوي okay it's geek بس لأنه مضطرين الجماعة بغير programming languages حاطين نقطتين equal to make an assignment يعني كان بيقولوا x نقطتين حط بقلبها equal to كذا بس هيك ساعتها صار 90% من البروجرام تاعك كله نقطتين equal نقطتين equal في بقلبه كاركتر زيادة جماعة السي اختصروا حطوا الشيء اللي بتعمله دائما اللي هو assignment حطوا single equal والتست اللي بتعمله من وقت للتاني double equals okay so if on is equal to yes حنصير نروح نعمل هيدا الكود اللي هون so we're gonna actually we can do it without any delay by the way okay خلص we turn on the LED indefinitely okay else if the so I can say حتى specifically else هلا مجربه بعد شوي so
if on is equal to no, okay, هذا الشيء انا حكتبه هلا من الكيبورد وبعته من وقت للثاني. اذا بفقص انا بقول له send, then in this case I'm gonna write low voltage, okay, و من دون اي ديليز لانه حتكون indefinitely حتنكتب. وهودي القصص انا مش ههتم لهم هلا حاليا. اوكي سو ليتس تشيك اب اور لوجيك هلا بعد ما خلصته. سو بقلب ال indefinite loop تاعي, اذا الان is equal to y I'm gonna digital write high, اذا the on is equal to no او off او اللي بدك اياه كان في اكتب انا low. طبعا لاحظوا انا مش عم اكتب جمله كامله لانه الفاريبل تاعي it's not of type string. String هي sequence of characters. It's of type char, character واحد. Okay? فشايفين قديش مسألة الطايب مهمة. وهي مهمة لسي مشان يعرف قديش بده يحجز لك بالميموري للفاريبل تاعك. Okay? مشان ما يحجز زيادة وما يكون ما بده اياهم. ونحن فعليا لنبعد dual information on or off بيكفيني حرف واحد. كان بيحطوا number by the way. Okay? So I think بالسلايدز موجود عندكم اياهم هني 2 and 1. No problem. So let me resend this sketch to my Arduino. Okay. It's still compiling, guys. Okay. I'm sorry لأنه الوقت دهمنا, بس أنا لأنه كنت عم شغلكن. Okay. So هلا صار on كل الوقت. إذا please بس سكة صغيرة. إذا بيجي هون على سيري المونيتور. وببعث له no, okay, ببعث له n, شيك. نحن إذا بنبعث n مفروض يصير off. So if I send from the serial monitor n, I hit send, okay. So let me do it once again. Let me double check on very quickly. Yeah, بس what I'm yeah اللي بعد ما عملناه طبيعي يصير هيك guys لأنه على العجلة رايح دغري العمل ران مشان to شو اسمه to free you for the next session. ما قريت actually on, مزبوط ال value of on ما قريت أنا من السيريال بورت. I'm not writing any line of code يروح يقراها من السيريال بورت يعمل فيها شيء, مزبوط. فهي initialize once for all على yes وعم تبقى yes كل الوقت, فطبيعي انا لو عم ببعث هيدا الشيء. So فهل instruction ما حدا خطر على باله يقول لي انه okay, so I have to make serial.read, okay, ولازم روح حتى وين بقلب الان حقله on equal حطتها هيدي already, okay, no problem, معك حق فيها مية, okay, بس موجودة. So بالنسبة لserial.read لازم حطها, بس عندي هون مشكل السيريال دوت ريد جايز. اذا بدي احطها هون وانا مش كاتب شيء عندي على السيريال بورت, الفانكشن اللي اسمها ريد اتس اي بلوكينج فانكشن. كيف انت لو دورت السي ام دي يعني الشيل تاعيت الويندوز تاعيتك بتلاقيها في كورسر ضاوي وطافي مش عم ينفذ شيء, ناطرك لتدخل شيء, بس تكتب كومنت تعمل انتر بيروح بينفذ شيء. سو هون حتكون هيدي كمان بلوكينج, مش حيقدر بقى يصير ينفذ ولا وحده من هودي اللاينز. To avoid having it as a blocking instruction, شو فيك تجي تعمل انت في function تانية بتشوفوها هون بالرفرنس عند السيري اسمها available. وهيدي الفانكشن بحد ذاتها هي بترد لك يا true يا false. Okay? So كيف في اكتبها؟ في اجي اقول له if serial dot available, okay, okay, كان في اكتب له if serial dot available equal to true, the same effect. Okay? فإذا serial available في حدا كاتب عليه شيء, then in this case please read that thing and put it in on. لأنه أنا عارف حالي مش عم دخل different orders, بس عم دخل يا y يا n. Okay? I am the user of the program, فعارف مش عم دخل كتير قصص. هلا إذا دخلت y مفروض تقعد بقلب الان, إذا دخلت n مفروض تقعد بقلب الان, وبيس على هيدي value I'm switching the case. So let's resend this sketch once again.
Okay, uploading. Done uploading. So المفروض يكون ضاوي كل الوقت. هلا إذا بستعمل السيريال بورت حنحاول نحطها تحت هون لنقدر نشوفها in real time. So if I enter N and I hit send, طفى. And طفى for good. Okay. If I resend Y, حيرجع يدوي وحيدوي for good. صار عنا أول سمارت سويتش، أول هوم أوتوميشن كود. أوكي صح، أنا بحاجة يكون واصل اللابتوب تاعي حد التابلو تاع الكهرباء بالبيت، وقف حده واكتب واي وافقسها وابعتها، كان في حتى سويتش أهين لي. بس بكرة قريبا لما نصير نحن نستعمل البلوتوث أو الموبايل ديفايس أو أن وات إيفر، لما نصير نبعث ريموتلي للأردوينو والأردوينو تنفذ شيء أون بيهاف أوف أس، وي ويل بي مور ذان هابي إنه وي هاف a very tiny microcontroller حقه بال 10,000 او $10 and then it can automate a whole building ولا a whole house and so on and so forth. Okay? Yes. Yeah. اكيد حياخذ الاتندنس بالدرس.